حمدان نعم. شفت الجيعان قلت اجيب لك من شاي راشد. انت ما تعرف يعني لذي الدرجه الخبوليه زادت عليك ما تفرق بين الجوع والعطش. هذا اسمه شاهي من الصبح مسوينها ولا حد خطف صوبك يعرفوه شاهيك ملغ. وحتى انا اروح اعالج نفسي بأدوية أبو أسويهن في المحل. هذا أبو يسوي خير في الناس يرد له شر لكن ما عليه. حمدان. نعم. سمعت سالفة في الحارة. مو سمعت كون. الناس كلها تتكلم عن حمدان إنه يدخل نفسه في أشياء ما تخصه. في الكهرباء، في الكمبيوتر، في ما أعرف ويش. ما تخصص القاذة. هذا الكلام ما حد هيقوله غيرك أنت. وهذا الكلام انا ما اسمعه. انزين ترى يكونك عطى الخباز خبزه حتى لو كل نصه. يا ابوي استند انت وخبازك هذا ابو تعرفه. عطيته نصه، عطيته الخبز كله، انت ويا استند انا وحدي خباز.